يحدثنا اقتصاديا أكثر في المنافع التي تعود لمصر من خلال هذه المشروعات القومية الخاصة بتطوير العشوائيات، دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. يا دكتور عبد المنعم، تحياتي لحضرتك في البداية وصباح الخير. صباح النور، أهلا بحضرتك يا فندم. إذا يعني تحدثنا عن النتائج المترتبة والمنتظرة من تطوير العشوائيات في مصر والمناطق غير الآمنة، ماذا نقول في هذا المجال؟ أولا يعني هذا الملف هو أحد أهم الملفات الاقتصادية واللي بتعود بنفع اقتصادي واجتماعي على المجتمع وعلى تحسين أحوال المواطنين بشكل كبير. الدولة استطاعت خلال الفترة من 2014 ل 2018 انها انفقت اكثر من 31 مليار جنيه مصري على تطوير العشوائيات حتى الان، وما زالت خطط التطوير قائمه. انا لو قارنا هذا المبلغ بما تم صرفه من 2008 لغايه 2014، هنجد ما تم انفاقه في السبع سنوات من 8 لغايه 14 لا يتجاوز 650 مليون جنيه مصري فقط. اذا لا توجد مقارنه، الدوله اهتمت بهذا الملف، كان هناك إرادة سياسية وإرادة اقتصادية من الدولة ومن القيادة السياسية بتطوير العشوائيات وتحسين أحوال المجتمع. تطوير العشوائيات معناها إن أنا بوفر سكن آدمي للمواطنين إخواتنا اللي هم كانوا في أماكن للأسف الشديد لا ترتقي إنها تكون أماكن آدمية، لا ترتقي إنها تكون شقق أو وحدات سكنية يعني تصلح إنها يعيش فيها الإنسان بحياة كريمة. تطوير العشوائيات هيوفر لي مجموعة من العوامل أو مجموعة من المكاسب، يمكن أهمها تقليل معدل الجريمة داخل الدولة المصرية بشكل كبير، أيضا هيطور لي الصحة والخدمات الصحية، لأن أنا النهاردة لما يكون العشوائيات أكبر نسب لبؤر تركز الأمراض بيبقى في العشوائيات وفي المناطق العشوائية، تطوير هذه العشوائيات هيقدم لي خدمة صحية أو على الأقل هيكون هناك تحسين لصحة وأحوال المواطنين بشكل كبير. أيضا إن احنا النهاردة بنتكلم على توفير الوحدات، هذه الوحدات السكنية بيوفر البيئة أو المناخ المناسب والملائم للمواطن المصري بشكل جيد. فهناك نفع اجتماعي، هناك نفع اقتصادي للدولة المصرية، هناك تحسين لأحوال المواطن بشكل كبير، خاصة الفئات اللي كانت مهمشة، الفئات اللي كانت مش لاقية إنها تكون في شقق، وكانت وده للأسف كان حق الدولة إنها تقوم بتطوير العشوائيات منذ يعني نقول عشرات السنين، لكن خطة التطوير بدأت بشكل جيد وممتدة معانا لغاية 2022 في أكثر المناطق، وفي مناطق الدلتا بيتم حاليا بتطوير برضه أيضا عشوائيات، أيضا في الإسكندرية في حي الأسمرات، النهارده ما شاهدناه في المحروسة، في معن، كثير من هذه المناطق استطاعت إنها تنقل أسر كثيرة جدا. احنا بنتكلم النهارده في منطقة المحروسة فقط أكثر من 5000 أسرة تم نقلهم، بنتكلم في معن بنتكلم في أكثر من 4000 أسرة تم نقلهم. المناطق التطوير ده هيؤدي إلى تطوير الخدمات اللي بتقدم للمواطن، هيؤدي لتحسين البيئة المعيشية ليه، هيؤدي لتوفير مناخ جيد وتوفير عمل مناسب ليه في هذه المناطق، وهيؤدي إلى تحسين الصحة الخاصة به وتحسين أيضا المرافق والمنافع اللي بيستفيد منها في البيئة، سواء كان بقى صرف صحي، سواء كان خدمات صحية، خدمات تعليمية، لأن مناطق العشوائيات كانت بعيدة خالص عن مناطق التعليم، كان نسب بالضبط. يعني هذه هي النقطة تحديدا، إذا أردنا نتحدث عن التعليم والاهتمام بملف التعليم من داخل يعني هذا المجال تطوير العشوائيات بالنسبة للحكومة المصرية. بكل تأكيد العشوائيات وتطوير المناطق العشوائية، ربما الحكومة اهتمت ان يكون هذه المناطق الجديدة اللي هي هيتم فيها السكان العشوائيات كانت بهذه المنطقة تكون متكاملة في الخدمات بما فيها النوادي، بما فيها المدارس، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية، فبيقدم بيئة متكاملة، حتى المحلات التجارية، المناطق الإدارية، فكأنها زي نقول كده كومباوند صغير بيقدم الخدمات. طيب احنا النهاردة لو قارنا بالمناطق اللي كانت موجودة قبل كده، العشوائيات لا توجد فيها مدارس، وإن وجدت هذه المدارس فبتبقى مدارس للأسف الشديد مش مؤهلة لتقديم أي خدمات تعليمية
نسب الحضور للطلبه بتبقى منخفضه للغايه، نسبه ما يطلق عليه التستويب من التعليم تبقى عاليه جدا، ما فيش نضج ووعي في هذه المناطق لتحسين احوال المواطن. لكن النهارده لما يتنقل بتقديم خدمات تعليميه وايضا زياده المخصصات التعليميه للدوله المصريه خلال الاربع سنوات الماضيه بشكل كبير عشان حتى يتماشى يعني يتناسق مع الدستور المصري اللي بينص على وجود نسب معينه من الناتج القومي الاجمالي ان يكون في نسب جيده لتقديم خدمات تعليميه جيده للمواطنين بشكل عام، وايضا لتطوير العشوائيات وتقديم خدمات تعليميه في المناطق الجديده. واصبح هذه المناطق اعتقد انها يعني ملاذ امن، منطقه ناضجه، منطقه جيده يستطيع الانسان ان يسكن فيها نقول بنوع من الادميه، بتوفير مسكن مناسب ومسكن ملائم. وده دور الدوله، والدوله بدات فيه بشكل جيد وبارقام كبيره جدا. ويمكن ذكرت في الاول المقارنه ما تم انفاقه ما في 7 سنوات كان قد ايه، وما تم انفاقه في 4 سنوات كان قد ايه. دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية حدثتنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل.